شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لتطوير دور الحضانات في مصر للأطفال من سن 0 حتى 4 سنوات من خلال رفع كفاءة الحضانات. وقالت القباج إن هذه الشراكة تقوم على تطوير 1350 حضانة و100 مركز أسرة من خلال 27 بروتوكولا. يبلغ التمويل في المرحلة الأولى من البروتوكول 64 مليون جنيه، تمثل 25% من إجمالي التكلفة. تنص البروتوكولات على رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للحضانات وتوفيق أوضاعها وتدريب القائمين على رعاية الأطفال والتوعية المجتمعية. يمكن شعار وزارة التضامن في هذه المرحلة بل شعار الحكومة الجمعاء الاستثمار في البشر، واعتقد لن يكون هناك اكثر غلاوه من اطفالنا اللي بيبتدوا السنوات الاولى من حياتهم بفكر تنموي وفكر حمايه اجتماعيه. يعني الحمايه الاجتماعيه يعني ما زلنا نقول ونكرر انه ليس فقط دعم نقدي ولكن مجموعه من الخدمات المتكامله التي تتكامل مع بعضها البعض علشان تنميه ورفاهيه و يعني نماء اطفالنا. الحقيقه هنوقع 8 بروتوكولات، 8 مشروعات، الاربعه منهم بيختصوا بتطوير 200 حضانه في 4 محافظات: الشرقيه، المنوفيه، البحيره، والدقهليه. كل محافظه بيتم تطوير فيها 50 حضانه. اهم حاجه احنا بنركز عليها في الحضانات هي البنيه التحتيه وتدريب الطاقم اللي موجود جوه الحضانه.